إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال وزير الداخلية الأوكراني إن القصف الصاروخي الروسي على مدينة بوكروفسك شرق أوكرانيا أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 67 آخرين بجروح. وأضاف وزير الداخلية الأوكراني أن من بين الجرحى 29 مدنيا و29 شرطيا و7 رجال إنقاذ وطفلين. وتقع مدينة بوكروفسك على بعد نحو 70 كيلومترا إلى شمال غرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، وعلى بعد نحو 50 كيلومترا من خط الجبهة. هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الغارة الروسية التي استهدفت مدينة بوكروفسك أصابت بنايات سكنية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. لسوء الحظ هناك ضحايا، هناك جرحى وقتلى، تعازينا للعائلات والأصدقاء. الضربة الصاروخية الثانية للأسف أسفرت عن مقتل أحد أفراد خدمة طوارئ الدولة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتيا. إياد، هذا القصف أو القصف عفوا على مدينة بوكروفسك وهي تقع في الشمال الشرقي غير بعيد عن الجبهة، هل هو تطور نحو المزيد من استهداف العمق الأوكراني؟ نعم نضال، صباح الخير. يعني القصف الروسي هو يطاول العديد من المدن والبلدات الواقعة القريبة من خط الجبهة. نتحدث عن يعني البلدات في محاور باخموت وفي محاور ليمان وكوبيانسك. القصف الروسي لا يهدأ، هو يعني يطاول هذه المناطق. هذه المناطق هي قريبة من خط التماس، وبالتالي هي معرضة للقصف الروسي في أي لحظة. يعني من هذا القصف الروسي على مدينة بوكروفسك التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مقاطعة دونيتسك، كانت يعني آخر التحديثات التي حصلنا عليها من وزارة الداخلية الأوكرانية، هناك أكثر من 70 جريحا جراء هذا القصف الذي جرى يوم أو مساء أمس. استهداف هذه المدينة كان بصاروخين من نوع اسكندر بحسب الإدارة العسكرية لمقاطعة دونيتسك. عدد القتلى لا زال مستقر عند 7 أشخاص. وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أنه لا يوجد أشخاص في عداد المفقودين، وأن يعني فرق الإنقاذ لا تزال تواصل عمليات إزالة الإنقاذ في هذه المنطقة. القصف بالأساس هو يعني كان قد سقط الصاروخ الأول على فندق في هذه المنطقة، لحقها بعد ذلك يعني بعد نحو 40 دقيقة عند وجود رجال الإنقاذ والشرطة في الموقع، في موقع الحادث. بعد ذلك كان هناك أيضا هجوما صاروخيا بصاروخ آخر من نوع اسكندر على المبنى السكني المقابل أو المجاور لهذا الفندق، مما أدى إلى يعني سقوط جرحى في صفوف الشرطة، 29 شرطيا و7 من رجال الإنقاذ وطفلان، وأيضا 29 مدنيا من سكان هذه المنطقة كانوا هم يعني الضحايا جراء هذا الهجوم. نعم، ونحن نشاهد يعني بالفعل على الشاشة الآن على يسارك في شاشة التلفزيون العربي صور من مكان الاستهداف الذي طاول الأحياء السكنية الأوكرانية التي كنت تتحدث عنها. المزيد معك إياد. نعم نضال، يعني لابد أيضا من الحديث ولو على عجالة على مستجدات الوضع الميداني. نتحدث أيضا عن هذه المناطق الواقعة في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، نقصد الجبهة الشرقية، وأيضا على المناطق الواقعة في جنوبي مقاطعة زاباريجيا عن محور خرسون وزاباريجيا، أو اتجاهي ما بات يعرف باتجاهي ميليتوبل وبريديانسك أوكرانيا. الجيش الأوكراني خلال الساعات الماضية تمكن من صد 37 هجوما للقوات الروسية، معظمها تركز في الجبهات الشرقية. نتحدث عن محور كوبيانسك المشتعل، هذا المحور الذي يعني على مدى الأسبوعين الماضيين بات يشهد تكثيفا للهجمات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية، محاولة اختراق خطوط الدفاع في هذه المناطق. نتحدث عن هجمات في بلدات
نوفاسيليفسكي في هذه المنطقة، وأيضا في بلدة أندريفكا أيضا في هذه المنطقة في محور كوبيانسك. لكن القوات الأوكرانية قامت كما قال البيان العسكري اليوم الصادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية بصد هذه الهجمات. أيضا المحور الآخر الذي يعني تتبادل فيه القوات الروسية والأوكرانية الهجمات بشكل يومي، نتحدث عن محور باخموت أو تحديدا في جنوب مدينة باخموت، هناك هجمات خلال 24 ساعة الماضية من قبل القوات الروسية على جنوبي مدينة باخموت تحديدا في منطقة كورديوموفكا. تحاول القوات الروسية كما يقول الجانب الأوكراني استرداد بعض المواقع التي كانت قد خسرتها إبان الهجوم ضد أوكرانيا في الجبهات الشرقية. كل الشكر لك إياد ستيتية مراسل التلفزيون العربي من كييف على هذه